كيف حالك دكتور؟ عساك طيب. الله يحييكم، شلونكم؟ طيبين؟ خير، الله يسلمك ويعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام، كم عددكم يا شباب؟ 34. دكتور تقدر تفك ال 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 لا لا خلا خلا، أنا أول أدمنت مالك. أوكي. طيب أنا خليني أسوي لكم شير سلايد. تشوفون السلايد أنت واضح الحين صح؟ واضح واضح. نعم دكتور واضح واضح. نعم صحيح. قريتوا اللي أعطاكم إياه دكتور درحمان ولا المحاضرة؟ لا والله قريت ما مداني كثير دكتور، ولا مداني لحق لك فيها، قلت خلني أرتبها شوي بعدين. طيب احنا اليوم بنكون يعني هنا في الزوم، طبعا الزوم 14 يعني كم 40 دقيقة وبعدين يقفل صح؟ فإذا قفل نسوي روم جديد ونرسل لكم مرة ثانية. تمام؟ ما يحتاج دكتور، نرجع لنفس الرابط بيفتح مرة ثانية. نرجع لنفسه يفتح مرة ثانية. أوكي خلاص. دكتور كم عند المحاضرة اليوم؟ هنأخذ الأوتوميون ديزيز وبعدين فيه تو كيس بيس ديسكشن نسولف فيها. تمام؟ لأن دكتور والله إحنا عندنا فاينل الأسبوع الجاي ورا بعض اثنين، فالوقت مضيق مرة. إذا كان تقدر. أنتم عندكم حتى روماتولوجي فاينل يعني. تحملونا، احنا مثل غيرنا. لا انت ما دخلت دكتور، انا المفروض اعطيكم ليكشر من انتم. طيب من اللي فك شو اسمه؟ معاذ حط ميوت. بس هذا العدد شباب وين الباقين؟ عندهم خبر ولا ما عندهم خبر يا عبد الرحمن؟ عندهم خبر يا دكتور عندهم. طيب انا وي كانت ويت اني مور. طيب فبنبدا ان شاء الله. تمام فلت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم باك تو اور كورس. طبعا ذس از لايك ان انتروداكشن كورس تو ذا روماتولوجي. تمام. Today we're going to talk about, we have a lecture of autoimmune disease. طيب. So autoimmune disease, it is a disease or a group of disease or disorder that causing tissue injury. We have two types of autoimmune disease. We have one type that affected by humoral immunity or humoral response. And we have cell-mediated immune response. تمام. Why there is autoimmune disease? Because you have lost self-tolerance. Tamam. Normally the immune system doesn't attack itself. Okay, but however, in autoimmune disease, the immune system will attack the defect. It was happening in your body somewhere. Okay. طبعاً if you have a disease affecting مثلاً CTL4 receptor, you might have to affect you might have a result of another disease. تمام. So it's different type of receptors where there is مثلاً or defect where there is the immune cells will attack this defect as it is like parasite or infection. تمام. باختصار إنه there is a defect. ترى مش مع defect يعني في خلل. طيب. في somewhere else إنه مثلا في الريسبتور مثلا في البروتين whatsoever. طيب الاميون سيستم in the body will recognize this defect. okay
and try to fix this defect. How we will fix this defect? By attacking it. مثلا يحسب انه مثلا مثل infection او مثلا abnormal cell. مع انه اصلا هذا الشيء طبيعي في الانسان. طيب الدفكت هذا. تمام؟ فهمتوا ايش قصدي يا شباب؟ واضح. Then once you attack this defect, response حق البدي انه مثلا هذا الريسبتور مسؤول عن الجوينت بين مثلا. تمام؟ That's why the patient have joint pain, مثلا في rheumatology. طيب انه مثلا this receptor مسؤول عن oral ulcer. خلاص. Once you have اللي هو once you affect this receptor تجي response في 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 الجسم حق الانسان انه مثلا oral ulcer, مثلا skin rash, مثلا joint pain. فهمتوا علي؟ بس احنا ما راح نخصص وين الديفكت صار بالضبط, احنا نتكلم in general. خلاص. أنا أباكم بس تفهمون الكونسبت, يعني ما أبغيكم تتعمقون كثير في الموضوع. طيب. طيب autoimmunity it's defined an immune response against self antigen. Okay. So the principal factor in development of autoimmunity is inheritance of susceptible gene and environment trigger such as infection. Okay. Most of the autoimmune disease are polygenic and associated with multiple gene loci. Okay. The most important is MHC gene. تمام. معلومة هذه مهمة ممكن تجيكم في الاختبار. طيب. أو السلايد هذا بشكل عام الاختبار كله بيجي منه ما راح أطلع منه. طيب بس you have to focus. طيب يعني دائما الأوتوميون ديزيز تكون بوليجينيك. إيش معنى بوليجينيك؟ يكون عادة في أكثر من جين. طيب and associated with multiple gene loci, أهم واحد فيهم هو الـ MHC أو الـ MHC gene. تمام. So once there is infection it may activate self-reactive lymphocyte, thereby triggering the development of autoimmune disease. Okay, نفس الكلام اللي قلناه. طيب. طيب. عندك ال autoimmune disease. It could be organ specific ولا non-organ specific. تمام. Organ specific مثلا تيجي في الثيرويد تسوي شيء اسمه هاشيموتو ثيرويدايتس. مرت عليكم أكيد. Graves disease. مرت عليكم. It might affect the adrenal gland. تسوي لك Addison disease. طيب. It might affect the pancreas causing diabetes type 1. خلاص. It might cause اللي هو طبعا organ specific. It might affect one organ causing all of these diseases. تمام. Or it might be multisystemic disease. مثلا في حالة systemic sclerosis اللي هو scleroderma أو في حالة SLE. تمام. طيب هذا سلايد مهم. لازم تعرف ان autoimmune disease is a chronic. It is never ever will be acute. Okay. And usually irreversible. خلاص. معنى وش معنى irreversible؟ once it happen it's difficult to return it back ولا to restore اللي هو restrain the normal sequence of your immune. تمام. clear هذا الجملة واضحة. chronic يعني duration حقتك تكون more than 6 week. طيب irreversible خلاص يعني once there's damage. يعني مثلا ما عمرك شفت مريض عنده diabetes خلاص وهي get back to normal صح؟ يبقى مع diabetes طول حياته. طيب ما عمرك شفت مريض عنده rheumatoid arthritis ولقيت انه شوفي منه صحيح انه ممكن انه تخف عليه الاعراض ممكن كذا بس it will never cure. طيب لانه this is irreversible disease. خلاص. طيب incidence of autoimmune disease from 5 to 7% of population. It is very high incidence. Okay. Higher in female and increasing with age. Estimation prevalence is 3,225/100,000. تمام. The factor contributing to immunity we have internal and external factor. Internal مثل HLA association ولا polymorphism في cytokine gene. Defect in apoptosis, polymorphism and association immune deficiency or hormonal factor. Okay. External مثل infection, stress, drug, whatsoever. طيب. طيب. We have طبعا هذا سلايد بس اعرف لي يعني اهم شيء مثلا HLA gene. Okay. Once it affected most of autoimmune disease can affected by this one. خلاص. The key determinant is mainly T cells. Okay. عندنا احنا في الاميونيتي خلاص في عندنا B cells وفي T cells. Okay. في عندك انت مثل ما قلنا اول humoral response or cell mediated. طيب. أنا ما أبغى أتعمق كثير في الموضوع هذا كله. تمام. لأن الاميونيتي لحاله هذا كورس كامل المفروض أنكم تأخذونه غير الروماتولوجي. تمام. بس تعرف أنه مثلا في جينز المسؤول عنها T cells
can affect most of disease. في جينز مثلا اسمها BTB N22 it might affect B and T cells, it can cause rheumatoid arthritis, SLE وكذا. طيب لا تحفظ الديزيز بس اعرف لي الكومن ديزيز تمام. يعني مثلا ATG5 can cause autophagy by and can cause a disease called SLE تمام. And like this تمام. هذا مهم لازم تعرفونه هذا. طيب very important table خلاص. عندنا طبعا اللي هو الهايبرسنسيفيتي اند ذير ميكانيزم. طيب طبعا once there is مثلا immune response خلاص it might cause hypersensitivity reaction. طيب so this hypersensitivity reaction you have four types, type 1 2 3 4. طيب مهم انك تعرف مثلا type 1 caused by mainly IgE خلاص, والتايب 1 ما له دخل في الاوتوميونيتي. طيب تايب 1 هذا لحاله هذا mainly for anaphylaxis خلاص. هذا ممكن يجيكم سؤال مثلا which one of these is not مثلا caused by autoimmune disease type 1. طيب mainly it is mechanism طبعا حقه الالرجي specific IgE antibody, it will bind to the mast cells through the Fc receptor and it will activate the cell to release طبعا اللي هو IgE خلاص. IgE will cause the degranulation of the mast cells تمام. الاكزامبل اوف ذا هايبرسنسيفيتي رياكشن هنا مثلا انافلاكسس خلاص اور لوكال سيستميك رياكشن فود الرجي دراج الرجي. طيب تايب 2 الاميون رياكتنت ممكن اي جي جي اور اي جي ام. طيب مينلي ات ويل بايند باي سيل باوند انتيجن, الاي جي ام اند اي جي جي انتي بودي ويل بايند تو ذا سيلولار انتيجن ليد تو اكتيفيشن كومبلمنت سيستم. هنا لازم تعرف انه فيها كومبلمنت سيستم. طيب activation of complement system يسوي لك activation of many cells مثل cytotoxic T cells, natural killer cells, macrophage and neutrophils. هذا التايب mainly تشوفه في المرضى اللي يأخذون مثلا blood transfusion وبعدين يصير عندهم destruction. ما تلاحظونه بعض المرات إذا صار عندهم مثلا mismatch في الـ ABO grouping. طيب يصير عندهم destruction للcells فهنا because of type 2 hypersensitivity reaction. okay طيب Type 3, again, IgM or IgG, activation للimmune complex, اللي هو الcomplement system, خلاص. ممكن تشوف في حالة post-streptococcal glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, and SLE, طيب. Type 4, mainly T-cells, immune reactant. It can activate الهيلبر 1, تمام, cells. T-helper 1 will activate اللي هي macrophage and cytotoxic T-cells. هذه في حالات التايب 1 diabetes, multiple sclerosis and contact dermatitis. طيب again type 1 hypersensitivity reaction relevant in allergy, it is not associated with autoimmune disease. خلاص هذا MCQ بيجي. طيب type 2 hypersensitivity reaction it can cause again نفس ما قلنا نفس الكلام اللي قلنا في الجدول. طيب هذا الكلام كله إعادة, هذا وهذا وهذا كلها إعادة تمام. أهم شيء تعرف إنه type 1 ما له دخل في الاميونيتي. طيب الكلينيكال كاتيجوري طبعا this reactions it can affect اللي هو systemic reaction can cause يعني many organ involved مالا systemic ان اكثر من one organ يعني two organ or three. طيب ولا could be organ specific مثل ما قلنا مثلا it will affect الثيرويد لحالها مثلا او affect الليفر لحاله او affect مثلا الباول. طيب and so on. طيب هذه list of autoantibody. الautoantibody هذه مهمة في حالات فرماتولوجي. طيب خاصة في SLE يعني مثلا which antibody is specific for SLE اللي هو الانتي دبل ستراند دي ان اي. طيب ال ان اي هذا it can be positive for many multiple diseases. طيب خلاص الانتي هيستون it can associate with drug induced lupus او SLE. طيب انتي سنترومير مع limited systemic sclerosis, الانتي SSA or SSB SSA, SSB تيجي مع الشوغرين أو SLE. طيب أنتي سميث specific for SLE. طيب أنتي U1RMP هذا مع SLE and overlap syndrome. JO1 تيجي مع البوليميوسايتس درماتوميوسايتس. طيب الأنتي CCP هذا specific for rheumatoid arthritis خلاص. طبعا أنتي تيوبايزوميريز 1 أو سكيروديرما 70 تيجي مع diffuse cutaneous systemic sclerosis. الأنكا تيجي مع الأنكا vasculitis خلاص اللي هو الميكروسكوبيك بولنجايتس ويجنر أو تشارلز ستراس سيندروم. الانتي اسيتايلكولين ريسبتور مع الماستينيا جريفيوس. الانتي ميتوكوندريا تجي مع البرايمري بيليري سيروزس. انتي جي بي ام مع جود باستر سيندروم. طيب الكومبلمنت ليفل مهمه في حاله مثلا الاس ال اي
شوف C3 C4 كلها تكون لو. طيب طيب الأكيوت فيز رياكتنت اللي عندك في الـ في الـ في الـ في الأوتوميون ديزيز بشكل عام. طيب عندك اللي هو CRP وعندك اللي ESR. طيب CRP هو سبستانس بروديوس باي ذا ليفر mainly response to inflammation. High level of CRP in the blood is a marker of inflammation. Okay, level of CRP, it can increase within 6 hours of inflammation and the plasma half-life حقته 19 hour. Okay, ESR in contrast to CRP is indirect measure of for inflammation. Okay, the test actually measure the rate of sedimentation rate of the erythrocyte in the sample of the blood test, okay, has been placed in thin and tall vertical tube. وش معنى الESR؟ سرعة الترسيب باختصار العربي. بالعربي كده سرعة الترسيب. وش معناها؟ يأخذوا لك تيوب very long, large وthin. طيب يحطون فيه الRBCs. يقيسون سرعة ترسب الRBCs هذه في البوتوم of the tube. تمام؟ هذا هو الESR. خلاص؟ لو كان في inflammation خلاص it will take more time so it will be high. طيب لو ما في inflammation it will شو اسمه accumulate very شو اسمه rapid way. تمام طيب both of them ESR and CRP both of them is not diagnostic خلاص and they are non-specific خلاص لكن it give you a hint تساعدك في عملية diagnosis okay and it will help you in monitoring your patient اللي هو disease activity and his response to treatment okay. طيب نجي الحين على cryoglobulins okay. cryoglobulins عندك type 1, 2 and 3. type 1 تكون mainly immunoglobulin لازم تعرف immunoglobulin الموجودة هنا تكون isolated monoclonal IgM خلاص prevalence حقته 25% a disease association طبعا it might associate with lymphoproliferative disorders okay the symptoms in patient current Raynaud phenomenon مرت عليكم Raynaud phenomenon صح شرح لكم دكتور عبد الرحمن صح صحيح دكتور فازو كونستراكشن ايوه ممتاز retinal vein occlusion or arterial or venous thrombosis طيب البروتين الكتوفريسيس mainly تكون monoclonal IgM paraproteiny okay negative rheumatoid factor complement normal طيب type 2 تكون immune complex monoclonal طبعا parabrotein معاها IgG okay خلاص هذه very important انك تعرف انها associated with hepatitis B and C خلاص هذا type 2 كلهم type 2 و 3 actually طيب the same presentation for type 2 and 3 لكن type 3 تكون more common خلاص they can cause rash, arthralgia, cutaneous ulceration, hepatitis splenomegaly, glomerulonephritis, and طبعاً rhinoid phenomena. طيب الفرق بينهم إنه في البروتين الكتوفريسيس خلاص يكون هنا فيه monoclonal IgM parabrotein خلاص هنا type 3 ما فيها اللي هو IgM deposition خلاص و both of them they have rheumatoid factor strongly positive will complement both of them are لو اللي هو مالي سي 4 خلاص دكتور تايب 2 فيها اي جي جي ايضا شلون ما اسمع تايب 2 ايضا تحتوي على اي جي جي ايوه هي شوف هنا فوق اي جي ام مونوكلونال بارابروتين دايركتد توورد اجينست ريجن اوف اي جي جي خلاص طيب طبعا اكثر شيء التايب 2 تكون مع الهيباتيتس بي والتايب 3 تكون مور مع الهيباتيتس سي خلاص طيب انتم لا تعرفون تدخلون في الديتيلز اهم شيء تعرفون التايب الامين جلوبلين اسوشيتد وذ ايتش وان خلاص والبروتين الكتوفريسيس خلاص طيب الالرجي الالرجي طبعا all of us we know allergy is common and increasing cause of illnesses and affecting 15-20% of population. It can ranging from mild to life-threatening condition. في condition اسمها atopy. Atopy is a tendency to produce exaggerated IgE immune response. هذه معلومة مهمة. لازم تعرف انها IgE. Atopy is IgE. طيب. يعني ما هي IgA ولا IgD ولا IgM ولا whatsoever. طيب. طيب. Once there is pathogen, it will come the pathogen to the cells. Okay. It will attack here, throat, ذا طبعا هذا الريسبتور اسمه FC اللي هو الـ IgE receptor طيب على الماست سيلز خلاص
But once it comes here, it will activate the mast cells to produce histamine, tryptase, and vasoactive peptide. These products will cause اللي هي الالرجي. طيب طيب ايش البرودكتس اللي تطلع لك من الهستامين سيلز سوري من الماست سيلز اللي هي لازم تعرفها الهستامين تريبتيز ممكن تطلع لك ليكوترينز بروستاجلاندين يعني ممكن اجيب لك انا سؤال all of these are product of mast cells okay except احط لك هستامين احط لك تريبتيز احط لك مثلا بروستاجلاندين whatsoever ثرومبوكسان اي شيء طيب وبحط لك واحد شاطح مثلا زين استروجين ولا احط لك مثلا بروجسترون شيء زي كذا تمام انت لازم تعرف لي برودكتس هذه انها تطلع والفانكشن حقتها مهمه انها كلها تسوي لك فازو ديليتيشن كيموتاكسس برونكوستريكشن انكيز كابيلاريبيليتي تمام موست اوف ذم طبعا هذه تكوز فازو ديليتيشن خلاص لكن اللي تحت اللي هي لوكوترينز بروستاجلاندين وثرومبوكسان ات كان كوز طبعا فازو كونستريكشن او برونكوستريكشن طيب What are the symptoms of allergy? Urticaria, angioedema, atopic dermatitis, allergic conjunctivitis, allergic asthma, food allergy, drug allergy, anaphylaxis. Okay. طيب هذه كلها كان يعني causes of allergy or allergic reaction مثل the milk, the egg, اللي هو soy product, the bee venom, aspirin. تعرفون هذه كلها can cause allergy. طيب. وش symptoms of allergy? يجيك البيشنت عنده مثلاً Runny nose, sneezing, itchy, diarrhea, vomiting, shortness of breath, coughing, and wheezing in severe cases. طيب, how to test for allergy? فيه تلفون skin break test, okay? Skin break test, طبعاً يأخذ تأخذ اليد المريض, okay? تأخذ الأرم حقه. You inject in his arm 40 different substances of at once, okay? طيب طبعا هذه مهمه عشان to identify which type of مثلا products can cause allergy to the patient زين مثلا 40 خانه تحكم فيها مثلا بعضها تحكم فيها مثلا food بعضها تحكم فيها مثلا bits في زي similar products لنفس المنتج نفسه مثلا الكاتس والسايبر طيب ونشوف الريسبونس حق البيشنت مثلا 15 minutes خلاص after the skin break If you observe there is wheal, which means wheal, means swelling and erythema, redness and rays and erythema over the, مثلا, area, for this is positive test. خلاص. فهذا هو skin break test. شفتوا كيف طريقته؟ فكل مكان هنا لاحظت إنه حقدنا المريض. بس شوف هنا مثلا في erythema وفي redness وفي كذا. معناه he is allergic to this product. He is allergic to this product. He is allergic to this and this. خلاص. بس شوف هنا مثلا هنا ما في شيء خلاص هنا ما في شيء هنا ما في شيء ف once you have allergy you document it خلاص شوفوا هنا مثلا هي allergic طبعا كل واحدة من هذه الأشياء معلمة مثلا هذا 2 مثلا A ولا 2 مثلا B ولا كذا مثلا هذا معناه انه مثلا food مثلا fish مثلا 2 C زي كذا تمام مش انا احب مثلا هنا مثلا fish هنا مثلا dust هنا مثلا مثلا النحل مثلا وان سو طيب في انذر تيست اللي هو طبعا الماست سيل تريبتيز طيب الماست سيل تريبتيز طبعا هذا سبيسيفيك تيست خلاص مور سبيسيفيك ذان ذات وان وطبعا يو كان ميجر التريبتيز ليفل ان ذا سيروم طبعا 1 تو 2 اور افتر ذا انافلاكسيس ايفنت You should measure it at مثلا 0, 3 hours and 24 hours post the event. خلاص. Once this is positive, معناها patient مثلا المريض جاه مثلا allergy to مثلا insect bite. خلاص. So you can do this test مثلا at the insect bite time, 3 hours post and 24 post. خلاص. إذا كلها high, معناها this is positive. معناها this patient has allergy to that product. طيب. طيب. Another طبعا non-specific marker for allergy اللي هي ال IgE level في السيرم طيب total IgE level في السيرم ممكن البريفرال إيزينوفيليا طيب now we are done the first part اللي هو ال autoimmune disease any question شباب يعطيك العافية دكتور واضحة واضح طيب الحين خلينا نجدد الزوم عشان نروح للسكند بارت من ال ولا تبون بريك كذا خمس دقائق كيف لا والله نكمل دكتور
نكمل والله. طيب خلاص خلونا نجدد الزوم بس عشان ما يطفانا، ولا اذا اعطانا رساله نطلع ندخل كيفكم؟ نعم اذا اعطانا رساله نطلع. طيب طيب لحظه. دكتور دحمان طلع الزوم يبغى يسوي تسوي له ادمن يا دكتور ادمت. دخلني اعطيك العافيه خلاص. يلا دقيقه الحين ناصر دخلنا. طيب الكيس بس ديسكشن اور ابسط. طيب بسم الله نبي نبدا الحين ديسكشن. طيب هذا انتراكتيف سيشن، ابي كل واحد منكم يفتح المايك ويعطيني شو اسمه انتراكشن معي. طيب خلاص objective of this session. وعليكم السلام. objective of this session طبعا you have to know how to take a proper history for rheumatology course, how to do a chronological طبعا proper chronological way to deal with the rheumatology patient, to understand the importance of history presenting illnesses in rheumatology, and to know the different types of pain and its reflection, and the student should be able to differentiate between inflammatory and mechanical pain, and to know how what is the difference between symmetrical and asymmetrical polyarthritis, to know approach of polyarthritis, clinical examination, investigation, and imaging study, and major line of treatment. خلاص. طيب today case you are طبعا you are the doctor in the clinic. خلاص rheumatology clinic. جاك مريض عمره 26 years old. He has no chronic medical illnesses. خلاص. طبعا هذا المريض جاك as a referral من الجنرال براكتيشنر. تمام. As this patient has complaining of polyarthralgia for 2 months. خلاص. mainly both knees and elbows. خلاص. so what is your next action؟ أسئلة عدة أسئلة. هل يجيك morning stiffness ولا؟ طيب ممتاز morning stiffness. إيش معنى morning stiffness؟ أكثر من 30 دقيقة يعني تيبس المفاصل في الصباح. بس يا دكتور هل البين شو اسمه يصير worse with the movement ولا getting better؟ ممتاز. عشان شو نفرق هذه؟ inflammatory ولا non inflammatory؟ ممتاز excellent. عشان تفرق بين inflammatory and mechanical pain. طيب وغيره؟ راح أسوي له lab investigation. لا لا خلينا إحنا history إحنا ليش تطمر للاب؟ Does it come and go or it's constant from its start? أنتم قصدكم تبون تسألون ال 10 question حقت البين صح؟ تعرفون Tight onset. يا سلام. To get by there. تعرفون ليش ما تقولونها طيب؟ ليش ما تقولونها؟ أنا I know you know بس إنه you need to يعني to storm your brain كذا تمام؟ ها؟ الباترن دكتور ممتاز غيره كاركتر اوف ذا بين سيفيريتي اجريفيتنج اند ريليفينج فاكتورز ممتاز. طيب يعني كلنا اتفقنا انه يو ويل تيك مور ديتيلد هيستوري. هل كذا اذا صارت عليه؟ طيب اللي معانا يكلمنا ولا يكلم غيرنا؟ طيب what do you want to know from the history? We need more detail about the pain, صح؟ هو the main presentation حق the patient is pain, صح؟ طيب تبغى تسأله when it was started, for how long, صح؟ هذا مهم خلاص. and how it was started, is it like مثلا sudden or مثلا it was like progressive in nature. طيب you want to ask him about number of joint involvement, صح؟ ليش تسأل number of joint involvement differential diagnosis because they can know systemic or not عشان تعرف هل هي polyarthritis or oligoarthritis صح؟ لأن differential diagnosis حقت polyarthritis مختلفة عن oligoarthritis تمام؟ صح ولا لا؟ صحيح. إيش معنى polyarthritis؟ oligoarthritis تكون من كم لكم؟ مثلا 2 to 4 يعني نسأل 4 joint من 2 to 4 صح؟ البولي أرثرايتس 4 and above. طيب more than 4 تمام. ف this patient has بولي أرثرايتس صح؟ he has both knee and elbows و this is 4 joint خلاص. طيب بعدين تسأله is it sudden or not. طيب nature of pain يعني إيش نقصد بالnature حق البين؟
هل هو thrombing هل هو burning is it pulsatile pain is it like thrombic pain is it dull pain is it خلاص طيب وبعدين نسأل عن إيش عن the character of the pain صح character مهم صح ولا لا صح طيب وبعدين إيش تسأله تقول له is it additive or migratory إيش معنى additive or migratory يعني أكثر من joint pain في نفس الوقت هذا additive يعني ممتاز يعني أنت قصدك بدت وين مثلاً تسأل وين بدت الألام عندك بدت مثلاً في الأكواع في الألبوس صح both elbow وبعدين راحت للني ولا بدت في الألبو واختفت وراحت للني هذا معنى additive and migratory طيب additive يعني من اسمها يعني بدت في مكان وجست added يعني صارت في الني بعدين صارت في الأنكل بعدين صارت في الهاند في small فهمت قصدي this is called additive لأنه هذا الهدف differential diagnosis مختلف عن migratory طيب أو migratory معناها أنها كانت في الألبو بدت في الألبو وبعدين it's resolved moved totally to knee خلاص هذا معنى migratory خلاص فهمت إيش قصدي الفرق بين additive and migratory واضح لأن additive ممكن تجي مع rheumatoid arthritis تجي مع SLE وكذا migratory تجي مع reactive arthritis تجي مع gout تجي مع أشياء ثانية خلاص مختلفة طيب ايوه symmetrical or asymmetrical مهمه ولا مو مهمه عشان فرق ايش معنى symmetrical bilateral يعني both يعني both joint يعني you have right knee you should have left knee you have right wrist you have to have left wrist هذا symmetrical asymmetrical لا يعني one joint بس one side the other side is normal طيب ما في شيء طيب طيب وبعدين نسأله عن وبعدين نسأله عن إيش عن the pattern of pain خلاص وبعدين نسأله عن the severity of the pain خلاص how severe is it affecting his life is patient able to do his activity or not خلاص وبعدين تسأله عن the aggravating or relieving factor خلاص وتسأله عن any functional limitation of the activity هذه كلها questions مهمة طيب دكتور وش الفرق بين the pattern وال character والنيتشر شوف هي طبعا الباترن زين لما تقول this pain مثلا is مثلا لما تقول electrical like pain ايش معنى هذا ما سمعت الكلمه زين لما تقول البين هذا is electrical like يعني كان كهرب ايوه فالنيتشر والباترن تقريبا يعني متشابهه تمام خلاص بس أنا أكررها لك هنا عشان ما تنساها تتذكر نيتشر تتذكر باتر تتذكر خلاص هي متماثلة ما فيها فرق كبير يعني تمام طيب what else you want to know in such case بس يا دكتور إذا في other system associated symptom يعني إذا عنده حرارة ما عنده حرارة مع أي ألم بطن وكذا وfamily history يعني extra articular manifestation ممتاز كلامكم ممتاز بس في الروماتولوجي مهم انك تسال اباوت روماتولوجي هيستوري طيب خلاص طيب الحين احنا قلنا جوينت بين صح قلنا ني وقلنا البو صح طيب مهم انك تعرف از ات ارتيكولار اور بري ارتيكولار كيف تفرق بينهم بري ارتيكولار ذا جوينت لاين ذس از ارتيكولار ممتاز يعني articular معناها within the joint من the joint line من the joint من الكابسول الأشياء هذه كلها بري articular إيش معناها اللي حواليها الكنيك تيشو اللي هذا the soft tissue around the structure ممتاز soft tissue ال skin ال muscles الفاشيه ال tendons هذه الأشياء تسمى بري articular طيب فأنت you have to be specific مع the patient is it articular or بري articular طيب لأنه يختلف كثير ال differentiation هنا طيب الشيء الثاني is it inflammatory or mechanical pain كيف تفرق بين inflammatory and mechanical أكيد عبد الرحمن أعطاكم إياه mechanical aggravate with movement but inflammatory يقعد يحس بألم حتى لو ما تحرك طيب خلينا نبدأ حبة حبة شوف أول شيء الانفلاماتري زين الديريشن حقتك تكون إيش more than one hour more than هذا stiffness تكون more than one hour صح الميكان ما يكون معه ستيفنس أو يكون ستيفنس بسيط هذا الشيء الأول الشيء الثاني الديريشن of the disease يجيك المريض يشتكي من الديزيز يقول لك مثلا عندي يكون كرونيك طيب
الديوريشن حقتك في الانفلاماتوري بين تكون مور ذان 6 ويك عاده. طيب في الميكانيكال تكون ليس ذان 6 ويك. طيب الشيء الثالث ايش هو؟ الموفمنت وذ اكتيفيتي امبروفد مع ايش؟ انفلاماتوري اكتيفيتي امبروف وذ اكتيفيتي. الميكانيكال وورس صح. طيب yes. نعم. رقم أربعة إيش اللي مع الإنفلاماتري بعد؟ اللي هو فيفر مع الأشياء هذه دكتور ريدنس. تكون مانيفستيشن يكون معه مثلاً جوينت بين يكون معه فيفر يكون معه مثلاً أذر سيمتومز أو الألسر كان كلا. طيب فهذه هذه أهم الفروقات بينهم. تمام. طيب وايضا الانفلاماتري يكون معاه ساينز اوف انفلاميشن عاده زين اللي هي مثلا سويلينج ريدنس هذه تكون مع الانفلاماتري اكثر من اللي هو الميكانيك. خلاص طيب وات ايلس يو وانت تو نو ان سيت كيس ميديكال هيستوري. هل في فاميلي هيستوري ولا؟ طيب لا في الروماتولوجي بيرسي احنا في الروماتولوجي الحين خلونا في الروماتولوجي. شوف ما دام انه هذا البيشنت عنده جوينت بين وسيمتريكال في الالبو وفي الني زين اهم شيء لازم تساله عن سمول جوينت انفولفمنت. خلاص عشان انك انت يو ثينك اوف ذا ديفرنشال دايجنوستس. خلاص وات از ذا موست كومن ديفرنشال دايجنوستس كان كوز سيمتريكال بولي ارثرايتس ايش هي؟ يلا قولوا لي. جوت اللي هو روماتويد ارثرايتس سيبتك رياكتيف ميديا روماتويد ارثرايتس. الشيء الثاني اسال لي الشيء الثالث ممكن تكون فايرال هيباتايتس تكون اسوشيتد معها جوينت بين. خلاص هيموكروماتوزس هذا ممكن تجي معها سيمتريكال بول ارثرايتس. طيب فعشان كذا نسال عن الجوينت انفولفمنت في سمول جوينت مهمه. خلاص في الام سي بي البي اي بي والدي اي بي انفولفمنت. خلاص كلير. طيب وبعدين نسال المريض عن any history of هذا عشان تغطي other rheumatic disease oral ulcer, genital ulcer, alopecia, eye symptoms, nasal perforation, epistaxis, voice change, dental caries, dry eye, dry mouth, fever, fatigue, weakness, numbness, crash, hemoptysis, chest pain, short breath, orthopnea, BND, abdominal pain, jaundice, recent infection with upper respiratory tract infection or UTI or gastroenteritis. خلاص هذه كلها مهمة تضاف في الهيستوري اوف بريزنتنج إلنس. خلاص ما تضاف بعدين في السيستميك ريفيو. خلاص لأنك أنت في روماتولوجي you have to ask about you have to cover all rheumatology history. خلاص فأنت by this way you cover all the rheumatology history. خلاص طيب خلونا الشباب نطلع من الزوم ونرجع. طيب لأنه باقي دقيقة يقفل. تمام تمام دكتور. أوكي and come back. طيب خليني اسوي لكم شير. طيب تسمعوني الحين صح؟ نعم نعم دكتور. نعم. طيب فدائما اذا جاك مريض عنده سيمتريكال بولي ارثرايتس يو هاف تو اسك اباوت سيمتريكال بولي ارثرايتس مثل المريض حقك عنده بوث ني بوث البو. طيب يو هاف تو اسك اباوت ذا سمول جوينت انفولفمنت في الهاند في الام سي بي بي اي بي والدي اي بي. طيب طيب اني اذر ثينك يو نيد تو اسك يس يو نيد تو اسك هيم. طبعا احنا قلنا ايش الديفرنشال دايجنوستس عندنا؟ عندنا واحد اللي هو روماتويد ارثرايتس اللي هو اثنين اس ال اي ثلاثه عندنا هيموكروماتوزس اربعه عندنا الفيرال هيباتايتس عندنا بارفا فيروس انفكشن هذه كلها كان بريزنت وذ سيمتريكال بول ارثرايتس. طيب
فاحنا نسال هنا عشان نفرق خلاص، اللي هي طبعا عشان نقول مثلا المريض هذا عنده SLE ولا لا، لازم نسال عن الساينز والسيمتومز حقت الSLE، تعرفونها صح؟ مرت عليكم مع الدكتور عبد الرحمن، اللي هي هل في اورال ألسر، هل في الوبيشيا، هل في هير فول، هل في مثلا جينيتال ألسر، اي سيمتومز، نيزل بيرفريشن، ابستاكسس، فويس تشينج، دينتال كاريز، اند دراي ماوث اند دراي اي، فيفر، فاتيك، ويكنس اند اذرز. اوكي طيب، what is your next step for this patient؟ خدت منا الهستري، فول هستري، فول روماتولوجي هستري، what do you want to do next؟ confirm diagnosis either by lab or you want history. To take more detailed history on systemic review صح؟ systemic review يعني تسأل عن كل السيمتومز حقت الجي اي، كل السيمتومز حقت الريسبيراتري، كل السيمتومز حقت الكارديوفاسكولار، السيمتومز حقت النيورولوجي، فهمتوا علي؟ you have to cover all the systemic review خلاص؟ بعدين you ask the patient about his past medical and past surgical history and his medication history. You ask him about history of high risk behavior. طيب احنا قلنا من ال differential diagnosis عندنا hepatitis B and C arthritis خلاص، فلازم تسأله هي smoker، هي drug، هي alcoholic، or عنده sexual شو اسمه history. تمام، any transfusion history، any allergy، any travel، any social history and family history. طيب طيب، what is your differential diagnosis for this symmetrical bullous arthritis؟ يلا قلت لكم كم مره روماتويد، واحد روماتويد، اثنين فيرال هيباتايتس، SLE، SLE. طيب هذه كلها is differential diagnosis. طيب SLE، RA، فيرال هيباتايتس، سبوندال ارثرايتس، جاوتي، مع انه جاوتي ريرلي تجي symmetrical bullous arthritis but it can present خلاص، شوغرين سيندروم، رياكتيف ارثرايتس، عندي هيموكروماتوزيس. طيب وات از يور نيكست ستيب، وش بتسوي؟ اكزامينيشن صح؟ اكزامينيشن، ممتاز. وات يو وانت تو اكزامين؟ جنرال فيرست، توي جنرال يا دكتور، كامل البادي يعني من الوجه، شوف اذا في السرز ما في السرز، دو جنرال اكزامينيشن نيكست. احنا فروماتولوجي يهمنا ايش؟ الموفمنت، you go to the joint involved. The joint اللي عندنا إيش؟ knee و elbow صح؟ so you perform knee examination and elbow examination خلاص؟ طيب looking for any evidence of active synovitis, any evidence of swelling, redness or effusion or decreased range of motion. طيب طيب what you want to examine تشوف vital signs طبعا، وبعدين بتسوي له hand exam خلاص؟ hand exam شو بتشوف فيها؟ looking for any evidence of rheumatoid arthritis مثل swan neck, butinier deformity, ulnar or radial diffusion, extra thumb or RA nodule. هذه كلها مرت عليكم في الصور مع الدكتور عبد الرحمن صح؟ any evidence of psoriasis مثل biting nails, psoriatic nails, nail fold infarct, any evidence of muscle weakness, any evidence of dermatomyositis اللي هي signs مثل Guthrie papules, V signs, Holster sign or Hilthorpe rash, any evidence of scalp alopecia, any evidence of redness or changes visual acuity or cranial nerve problems, any evidence of oral ulcer or dry mouth or dental caries. طيب and you will examine the lymph node, you examine the chest for any evidence of pleurisy, you examine his abdomen for any evidence of organomegaly or lymph node. طيب you will do lower limb examination for any rash, weakness or lower limb edema. طيب طيب so once you go back to our patient خلاص his vital signs were stable، عنده في knee exam عنده positive effusion for both knee خلاص، no redness، range of motion was decreased خلاص، the elbow عنده reduced range of motion on both elbow with tenderness over the joint line. طيب في الهاند exam لما سوينا examination في الهاند لقينا عنده 4 MCP joint tenderness bilaterally with 4 BIB joint tenderness even bilaterally وعنده positive wrist effusion خلاص، ما عنده skin change ولا weakness ولا eye symptoms ولا other symptoms يعني مثل اللي تكلمنا عنها قبل كل شوي. طيب قبل شوي كلها. طيب after this finding what is your diagnosis in this patient؟ rheumatoid arthritis. Why? Because it's symmetrical, affected small joints and metacarbopharyngeal joints. ممتاز ممتاز. طيب how you will approach this patient؟ طبعا يوم شفنا هذه الفايندينج وش الدياجنوسيس اللي طبعا بقت عندنا ويكسكلود اللي هو طبعا SLE ويكسكلود اللي هي شو اسمه
الجاوتي هذه كلها زين. عندنا الموست لايكلي دايجنوست روماتويد ارثرايتس، بس في سيميلر لها روماتويد ارثرايتس زين، في بايو سيميلرز لها من هي مثل طبعا اللي هي الهيموكروماتوزس او الفيرال اسوشيتد ارثرايتس. طيب سو هاو وي ويل كونفيرم يور دايجنوستس هنا؟ انفستيجيشنز. ممتاز. انفستيجيشن بتسوي شغل متل فاكتور وانتي سي سي بي. يا سلام يا سلام عليك. بس قبلها تمشي سيستميك، يمكن انت تشوف مستشفى ما عندك الاشياء هذه صح؟ تشوف اول شيء السي بي سي، تشوف هل عنده مثلا تشينج في الدبليو بي سي كاونت هاي اور لو، اني ايفيدنس اوف انيميا اور انيميا اوف كرونيك ديزيز، اني ايفيدنس اوف ثرومبوسايتوزس اور ثرومبوسايتوبينيا، يول دو رينال فانكشن تيست تو اسس هيز كرياتينين اند الكترولايت خلاص، يورين اناليسيس لوكينج فور اني ايفيدنس اوف بروتينوريا كاست اور بايوريا. طيب ال اف تي فور اني ايفيدنس اوف ديرينج ليفر انزيم خلاص. هذه طبعا it might help you for assessment of hepatitis. لو احنا قلنا مو عنده مثلا hepatitis related arthritis صح، لو عنده hepatitis بتكون عنده عادة liver enzyme high صح؟ صح ولا لا؟ انتو ابدو اول شيء ابدو بالsystemic approach، لا تنطلي على طول ابدأ CBC renal function liver function urine analysis اشياء الاساسية وبعدين go on. طيب next ايش تسوي؟ x-ray ولا قبل x-ray؟ أنت لسه في اللعب. بنت تشوف الريموتود فاكتور بعد ما سوينا الحاجات الأولى. ترولوجيكال تيست. قبل تكلمنا عنها من شوي في الـ أوتوميون ديزيز. ESR و CRB. طيب مهمة لأنه ESR و CRB لو أنت تشتغل في مكان ما عندك مثلا هذه التيست بس عندك ESR و CRB تسويها. لو لقيت الـ ESR و CRB normal never ever will be rheumatoid arthritis خلاص؟ فهمت علي؟ إنه دائماً الـ ESR و CRB it is not diagnostic but it's very helpful in your assessment and diagnosis. طيب؟ لأنه يعني once you have high ESR or CRB this is will add on your diagnosis خلاص؟ عادةً لو البيشنت عنده active arthritis وعنده كل هذا الـ joint pain والـ fusion والأشياء هذه كلها مستحيل الـ ESR و CRB يكون negative. تمام؟ فهمتوا علي؟ next you will add اللي هو الروماتويد فاكتور الانتي سي سي بي and you will do hepatitis B and C marker and you will do iron study عشان هيموكروماتوزس. تمام؟ طيب البيشنت حقك جاء عنده WBC 14.6000 HB 12.5 بليتلت 220 كرياتين حقه 65 LFT within normal ال ESR عنده very high CRB positive الروماتويد فاكتور positive الانتي سي سي بي was strongly positive. طيب الهيباتيتس اور كاب نيجاتيف الايرون ستدي واز نورمال سو كلير دايجنوست صح. ذس از ار اي بيشنت. طيب وات يو ويل دو فور يور بيشنت؟ اول شيء تسوي له اكس راي للهارت. طيب ليش الاكس راي؟ عشان تشوف اذا كان عنده اني ايفيدنس اوف اكس راي فايندينج. هذا الاكس راي فايندينج بتجيك في الام سي كيو. طيب هذه يعني يقول لك كل هذه فايندينج حق الروماتويد ارثرايتس اكسبت لازم تعرفونها خلاص. فمثلا تجيكم تقول لي مثلا ايروجنز عنده ايروجنز مالتيبل ايروجن في الجوينت عنده بري ارتيكولار اوستيوبينيا عنده لوس اوف جوينت سبيس عنده سوفت تيشو سوينج. هذه كلها اشرح لكم دكتور عبد الرحمن صح؟ نعم سيد. تكلم عن كيف تعرف الارتيكولار اوستيوبينيا كيف تعرف الاشياء هذه كلها صح؟ نعم دكتور نعم. طيب final diagnosis is rheumatoid arthritis. How you will treat your patient? كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد. لا. مو كل شيء استيرويد يا جماعة. إيش فيك؟ استيرويد إحنا نستعمله في rheumatoid arthritis as bridging therapy. Bridging therapy بمعنى إنه نستعمل بس فترة بسيطة عشان المين درج يشتغل. إيش أفضل درج في rheumatoid arthritis؟ مكتوب شوفوا. نونستيرويدال. انت ممكن تبدا نون ستيرويدال بس if there is no response نون ستيرويدال شو تسوي؟ اميونو دكتور سبريشن زي كذا. اميونو لا قبل الاميونو سبريشن وش عندك؟ مارت ديمارجزك ديمار ثيرابي يا جماعه. اهم دواء اللي هو الميثوتريكسيت. طيب ميثوتريكسيت اند هيدروكسيكلوروكوين اند سلفاسازين. طيب if no response ممكن تروح البيولوجيكال تريتمنت اللي هو الانتي تي ان خلاص. يعني دكتور اول فيرست تريتمنت مو بالستيرويد ابدا على طول في الدمار؟ اذا جاك المريض اكتف. ايش معنى اكتف؟ يعني عندي جوينت بين وسويلينج وتندرنس وكذا زين.
الأول شيء تعطيه نون ستيرويدل خلاص بتشوف الريسبونس. طيب بس عادة احنا في البراكتس ما ننتظر نعطيه نون ستيرويدل، الستيرويدل ياخذ وقت. طيب نعطيه ستيرويدز، طيب نعطيه ستيرويدز يعني كمية بسيطة 15 ملي جرام أورال مثلا فور تابرينج دوز، يعني كل أسبوع ينزل حبة. طيب ويوقف خلال 3 أسابيع بالكثير 4 أسابيع. طيب ونعطيه الهيدروكسيكلوروكوين أو الميثروكسيد. طيب نعطيه الهيدروكسيكلوروكوين مثلا ونشوف الريسبونس حقه مثلا بعد شهر شهرين أموره تمام ما في فايدة نبدأ الميثروكسيد. طبعا نبدا الميثروكسيد مباشره اذا لقينا فيه اني ايفيدنس اوف راديولوجيكال تشينج، مثلا عنده ايروجن او عنده استيبينيا وكذا، هذا على طول لازم تبدا الميثروكسيد لانه هو ذا بيست تريتمنت في الروماتويد ارثرايتس. خلاص طيب خلاص يا شباب واضح جدا واضح. في سؤال على الفيرست كيس؟ الله يعافيك دكتور، الله يعطيك العافيه، واضح جدا. خلينا الحين نروح لل يوسف نسكر هذا السكند كيس. سؤالي يعني احنا هنا يعني بس تأكيد الكلام اللي قلناه انه نبقى بس ديسكشن خلاص وانتراكتف سيشن. تمام انا سوي شيرينج طيب second case عندنا طبعا اللي هي 25 years old ولا تبون بريك؟ بدنا نكمل دكتور. يلا كمل دكتور احسن. يلا 25 years old female she is طبعا not known to have any chronic illnesses. جاتك لل as a referral من الجي بي عندها oral ulcer and arthralgia for 1 month. يلا what do you want to ask؟ What is your next action? I will ask regarding to the arthralgia first, the nature, size, pain. 10 questions اللي قبل دكتور بالبين. شوفوا المريضة جاية complaining of oral ulcer and arthralgia. مو بس arthralgia. في oral ulcer. انتبهوا. Oral ulcer. Which one was first? Where is history? السكشوال هيستوري دكتور يا جماعه شوي بس زين يعني جاك مريض عنده تشيف كومبلين هذا تشيف كومبلين اورال اسر عند ارثرالجيا فور 1 مانث زين وش بتسوي ناخذ الاورال ارسل ممتاز فانت بتاخذ الهيستوري حقت الاورال اسر لحالها والارثرالجيا لحالها صح طيب صح طيب ممتاز فانت يو وانت تو تيك مور ديتيلد هيستوري صح طيب يلا تسال عن الألسر زين وش تقول متى بدأت السدن ولا when it was started هو قال قبل شهر صح is it first time yes. or ولا قبل كان موجودة مثلا هذا الشيء الأول شيء ثاني how it was started is it مثلا you just eat مثلا spicy food ولا something ولا you have injury and you have this ulcer ولا it is out of sudden تمام هذا شيء ثاني خلاص شيء ثالث where is your location of your ulcer تمام مهم ولا مو مهم yes ليه لأن مثلا for example SLA and mouth and genital ممتاز mouth and genital and heart ballot صح طيب وبعدين بالنسبة للبهجة disease يجي على tongue or anywhere يعني في الماوث مو مشكلة طيب Since how long you have this ulcer? مهم. طيب. Is it first time to have this ulcer or no? طيب. Since it was started, is it presented like all times? يعني موجودة معك طول الوقت ولا تروح وتجي خلاص. هذه مهمة. Comes and goes. Is it painful or painless? هذه معلومة مهمة صح. عشان تفرق بين SLE or is it related to infection or malignancy or whatsoever. طيب. خلاص. طيب. How severe the ulcer? يعني is patient able to eat or to drink or no خلاص what is the aggravating and relieving factor for this ulcer تمام واضح طيب what else you need to
What else you need to know? Yalla. Joint pain in the next. Joint pain. Right. If there is any association, خلاص, any joint pain, yes, this patient has joint pain, صح? Any nasal, genital ulcer, sick symptoms, rhinoid phenomena, skin rash, facial erythema, with sun exposure, خلاص, hemoptysis, hearing problems, thrombosis, DVT or eye symptoms, chest pain, orthopnea, BND. Next. Detailed history on joint pain. تمام. الجوينت بين تكلمنا عنها قبل شوي. You have to add a thin question حقتك. تمام. اللي هي is it symmetrical? Is it inflammatory? Is it خلاص. الأشياء اللي تكلمنا عنها قبل شوي. You have to add it. Any joint pain. حتى لو مثلا جاك بالسيناريو هذا. خلاص. واضح. Yes. عشان تعرف الديفرنشال دياجنوسيس لأنه مثلا لو كان migratory له differential معين. لو كان additive له differential معين. لو كان asymmetrical or differential, لو كان symmetrical or differential, لو كان inflammatory, articular or pre-articular, هذه كلها لازم نضيفها. خلاص في الهستري حقي. طيب. طيب. What is next? After you take the history, you take the full detail of rheumatology history. Next إيش? Systemic review, صح? Past medical, surgical, family history, medication, social history. طيب. Back to our patient. She has, طبعا, this oral ulcer. Started suddenly since 1 month and it was painful. It was severe and she was unable to eat properly. She presented all the time and it was worsening when she's eating spicy food and nothing relieving it. Mainly it was the roof of the mouth. Also, she's complaining of bilateral knee pain and small joints of the hand. She had, it was started at the same time with oral ulcer, joint pain. It is presented all the time. Dull in nature, increased with sun exposure, and stress severity was called 7 out of 10. She is able to perform her daily activity, but with difficulty. She has facial erythema with sun exposure. What do you call this? Over the cheek. What do you call this sentence? مال الرأس. ممتاز. مال الرأس. صح؟ طيب, she has positive history of hair fall during her illness. She has positive history of frothy urine. خلاص. طيب, she has no history of genital ulcer, sick symptoms, rhinoid phenomena, skin, طبعا rash, hemoptysis, hearing problems, thrombosis, DVT, miscarriage, any eye symptoms, chest pain, orthopnea, BND, or headache. طيب, what is next action here? Dissemination of the musculoskeletal system and the joint involved. Examination, ممتاز. What you want to examine? تبي تشوف أول شيء vital signs, صح؟ وبعدين بتسوي لنا general examination, صح؟ وبعدين بتشوف scalp examination. Scalp ليش؟ عشان إحنا قلنا عنده hair fall, صح؟ To check if there is any alopecia or discoid lesion, تمام؟ مرت عليكم الصور حقت discoid lesion, شفتوها اللي مع دكتور الرحمن؟ اللي هي في الإير, تيجي في الإير. اللي هي في الscalp, very ugly, خلاص؟ very very ugly. طيب, you will never forget it إذا شفتها in real life. طيب, the eyes, you want to examine the eye for redness, visual field, acuity, cranial nerves. The face, you want to examine for any facial rash, erythema, systemic sclerosis face. Mouth and nose for any dry mouth, ulcer. هذه كلها you want to examine for, خلاص. Any dental caries, any nasal septal perforation. The hand, حقك to look for any nail chain, synovitis, any deformity for skin or for pulse. A neck for any lymphadenopathy, chest looking for any abnormal breath sound or any evidence of pleurisy, abdomen for any evidence of organomegaly or ascites or lymphadenopathy. طيب. Again, lower limb for edema or neurological defect. So, the positive finding in your patient, طبعا vital signs حقها BP was high, 155 over 85. The pulse حقها was high, 100, يعني كان tachycardic. طيب, respiratory rate for 15, auto-saturation 99% room air. Her face examination and her facial rash over her both cheeks, sparing her nasolabial folds. طيب, scalp, can there is evidence of hair loss with discoid lesion over her scalp. Mouth and her ulcer, can't for roof the mouth, base of hard palate. طيب, no lymph node, no change in her breath sound over the chest.
abdomen was an organomegaly, لكن عندها ascites. She has positive shifting dullness and fluid threat. Lower limb, she has positive lower limb edema. طيب شو رأيكم بالهيستوري والإكزامينيشن؟ وش الدياجنوستس هنا؟ أسلي بس كده أسلي ولا في ستيشن. طيب ليش الأسلي بيشنت؟ هي صحيح أسلي بس ليش الأسلي بيشنت عندها؟ أسلي لأن الأسلي يجي معها أعراض الكدني يأثر على الكدني. إيه طيب هذا سبب ديما وسبب الأشياء الثانية. موجودة بالأسلي. ممتاز عندها عندها سلي I agree with you بس عندها شيء ثاني عندها lower limb edema وعندها shifting dullness ترى أهم شيء اللي هو عندها ascites ليش سلي ليش مو heart failure سلي multi systemic دكتور عندها butterfly facial arrhythmia redness اللي هو over heart check دكتور ممتاز أنا معاك أنا عندها ورا الأنصر عندها discoid lesion عندها تندرنس في الجوينتس اوكي ما هي مشكله انا هذه كلها انا ليش انا عندها لور لمبديما وليش عندها شفتك دنس وليش عندها هاي بي بي شفتك دنس يا دكتور عشان اصلا يسوي زي البلمونري باختصار عطني شيء في الاس ال اي يسوي لك هذه الاشياء في واحد قال انه اس ال اي از مالتي اورجان ديزيز اوكي ايش قصدك يعني يأثر على الكدني يأثر على الليفر ممكن it can affect the heart or the kidney صح فلو كان affect the kidney شو يصير اسمها ديزيز لوبس نفروباثي ممتاز لوبس نفرايتس صح فاللوبس نفرايتس ممكن تجيب زي كده برزنتيشن خلاص طيب او لوبس كاردايتس ممكن تجيب نفس الشيء طيب او كارديوميوبثي سو What's your differential diagnosis for your patient? إحنا نتكلم differential diagnosis. طيب ممكن يكون rheumatoid arthritis صح؟ ممكن يكون سلي ممكن يكون بهج الديزيز صح؟ ممكن يكون liver cirrhosis with portal hypertension, infection, malignancy. خلاص هذه كلها differential. طيب so what is next action? You will send for investigation. صح؟ طيب جاتك ال CBC حقت ال patient عندها low WBCs, low hemoglobin, low platelets. خلاص يعني عندها pancytopenia. والكرياتين حقها 230. خلاص اليوريا والأشياء الثانية كلها نورمال كرياتين 230 معناها very high طيب طيب الليفر فانكشن تيست واز نورمال اليورين اناليسيس كان عندها 3 بلس بروتين عندها 3 بلس ار بي سي كاست وما في انفكشن دبليو بي سي واز زيرو الاي اس ار والسي ار بي كلها كان سكاي هاي كلها كان 120 والثاني 20 سايك سوي سيرولوجيكال تيست دكتور ايش تبي تسوي هاي بسوي له كيدني فانكشن تست عنده كرياتين مرتفع اول شيء وعنده ريد بلاش اسمه ار بي سي كاست ممكن برضه يسوي لك انفلاميشن للكيدني سوي انتي نيوكليير انتي بودي ونسوي له انتي دبل ستراند الدي ان اي وانتي نيوكليير تبغى تسوي اي ان اي صح نعم وتسوي ايش بعد احنا مو قلنا هنا انتي دبل ستراند الدي ان اي دي اس المريضه عندها 3 بلس بروتين هذه معلومه مهمه مره وعندها ار بي سي كاست صح فأي مريضة يسسبكت أنها SLE ولقيت عندها such presentation please send for ANA SLE workup خلاص SLE workup يكون 24 hour urine protein تجميع البول 24 ساعة عشان البروتين نشوف كم نسبة البروتين عندها خلاص الشيء الثاني ANA double strand DNA SSA SSB C3 C4 طيب ويو كان send for antiphospholipid antibody workup حتى طيب لأنه ممكن تكون هذه البرزنتيشن كلها تكون انتي فوسفوليبيد ما تكون سلي لان الانتي فوسفوليبيد ات مايت بريزنت لايك سلي تمام تكون عندها نعم عندهم نفروباثي خلاص انتي فوسفوليبيد نفروباثي فات كان ميميك السلي تمام طيب وات از يور نيكست ستيب ان يور مانجمنت فور ذس بيشنت تسوي اكس راي الالتراساوند شوف أول شيء medication ها شلون medication أول شيء this patient need admission خلاص يعني ما تسوي لها الالتراساوند وين في العيادة برا no this is a medical emergency خلاص هذه الحالة من حالات الميديكال emergency طيب طيب
سويت 24 اور يورين بروتين بعد 24 ساعه خلاص وجاك البروتين 3 جرام وش الريزلت حقك ايش بتسوي بروتيوريا ممتاز عندها بروتينيوريا عندها سيرلي بوزيتيف اي ان اي بوزيتيف كل شيء بوزيتيف ايش بتسوي له انتي كواجولنت لا نشوف دكتور الاي ان ولا انتي بريتوني بروتينيوريك دراجز لايك ايس اند ارب لا يا ما تعطيها ايس وارب وعندها كيت كدينجر ايش فيك تبي تردمها انت لا نو انا قلت لكم معلومه مهمه قلنا احنا مو جمعنا 24 اور يورين بروتين خلاص صح طلع عندها 3 جرام طيب مش ما تسوي ايش تبغى تسوي ايش تفيد في المعلومه هذه ريستريكت بروتين كيك يعني سندروم معناته يا دكتور نبدا نعالج بروتين يوريا ممتاز معناها انه this patient has lupus nephritis خلاص معناها انه ايش this patient need admission need kidney biopsy خلاص تمام تسوي لها كيدني بايوبسي ليش الكيدني بايوبسي عشان نتاكد من نفس البروف ذا دايجنوستس لا لانه الكيدني بايوبسي لانه بس نفرايتس فيها ستيج 1 2 3 4 5 او كلاس 1 2 3 4 5 طيب كل كلاس لها تريتمنت لاين خاص فيها طيب مثلا كلاس 1 اوبزرفيشن مثلا كلاس 2 No, you need to give pulse steroid. Class 3 like this. طيب. Class 5, you do nothing. لأنه البيشنت خلاص. الكيدن حقتها has gone. طيب. Clear. طبعاً خلينا شوي بنجي للدفرشل دياغنوستس حقت اللوبس نفرايتس أو الكلاس حقتها. طيب. Your patient هذا الحين نتكلم عنها هذه. خلاص. You found, خلينا نلخصها. You found this patient has oral ulcer. You found this patient to have alopecia. You found this patient to have malar rash, you found this patient to have leukopenia, lymphopenia, you have to thrombocytopenia, anemia, high SR, CRP, you find protein for urine, RBC cast, you find everything. You admit this patient for workup, you find her protein is 3 gram, and you find her very positive ANA, double-strand DNA, Smith, كلها positive. طيب, خلاص. So what you will do, قلنا أول شيء admission, طيب. الشيء الثاني بتسوي لها 24 اور يورين بروتين صح عشان نشوف كم البروتين عندها خلاص الشيء الثالث بعد ما تسوي البيوبسي على طول تسوي لها ايش بلس ستيرويد تعطيها بلس ستيرويد خلاص وش البلس ستيرويد تعطيها 3 على دفعات ها على فترات متقطعه تعطيها 1 جرام اوف ميثايل بريدنيزون اي في for 3 days خلاص تكب ستيرويد كذا كب تمسك كذا السطل تكب عليها ستيرويد المريضة هذه خلاص لأنه this is medical emergency we need to save her kidney خلاص clear فتعطيها 3 days IV pulse ستيرويد اللي هو مثال بيتزنون 1 جرام for 3 days وبعدين you shift ال IV إلى oral ستيرويد 1 ملغرام per kg يعني كان وزن المريضة 60 تعطيها 60 ملغرام oral بيتزنون tapering dose over 2 months or 3 months خلاص لما توصل الزيرو خلاص and على حسب الستيج حقتك تبدا الاميونوسبرسيف ثيرابي خلاص ايذر وذ ام ام اف اللي هو السلسبت اور سايكلوفوسفامايد خلاص الام ام اف هو المايكوفلونيت مفيتيل طيب طيب يور فاينل دايجنوستس از هير ايش بسرعه يلا اسيلين نفرايتس صح لوبس نفرايتس طيب طيب ايش هي الميجر اورجان ذات كان بي انفولد في الاسيلي ها any organ can be involved brain, heart, lung, kidney, vascular system, خلاص. طيب هذه هي الكلاسيفيكيشن تكلمنا عنها حقت lupus nephritis class 1, 2, 3, 4, 5 وحتى فيها 6 زين class 1 اللي هو minimum signal class 2 اسمها signal proliferative class 3 مهم مهم انك تعرف هذه كلها اهم شيء تعرف انك class 3 and 4 خلاص هذه you can save this patient بس اذا عدى مرحله الممبرينس class 5 no خلاص طيب What are the indication of renal biopsy? هذا لازم تعرفونها خلاص هذا بيجي عليها سؤال في اختبار What are the indication of renal biopsy? خلاص هذه هي طيب Indication for renal biopsy واحد Any patient who has abnormal creatinine خلاص يعني مثلا جاك مريض سويت له renal function لقيت الكرياتينين حقه مثلا
150 او 200 او 300 ما في كلير ريزون، مثلا ما فيها ما في مثلا ميديكيشن، مثلا ما فيها ديزيزز خلاص. طبعا ولازم يكون مريض عنده اس ال اي طبعا خلاص، انه هو اس ال اي بيشنت وجاك عنده ابنورمال كرياتين، مو باي مريض عنده ابنورمال كرياتين تروح تسوي له بيوبسي خلاص. لا شوفوا هنا الجدول مكتوب انديكيشن اوف رينال بيوبسي ان اس ال اي بيشنت خلاص، اس ال اي اللي هو سيستم جلوبوس ريثميتوسس. طيب فلو جاك اس ال اي وعنده ابنورمال كرياتين وما في كلير ريزن فور ذس، يو هاف تو بايوبسي خلاص. هذا فيرست انديكيشن. سكند انديكيشن يكون عنده بروتينوريا مور ذان 1 جرام، احنا قلت لكم شوي 3 جرام خلاص very high، فهنا اصلا ريكومنديشن تقول 1 جرام. هذا رقم 2. رقم 3 انه يكون عندك مريض عنده مور ذان 0.5 اللي هو جرام يعني 500 ملي جرام بلس، يكون عنده هيماتيوريا، عنده مور ذان 5 ار بي سيز في اليورين اناليسيس، او عنده مثلا 0.5 بلس سيريال كاست خلاص. فهذه كلها indication of biopsy. تمام. So how will you treat your patient؟ زي ما قلنا you will admit, you will give steroid, you start hydroxychloroquine خلاص, and you start immunosuppressive therapy خاصة cyclophosphamide or cetuximab على حسب طبعا اللي هو الستيج حقة اللوبس نفرايتس. طيب طبعا هنا التريتمنت two stage، في induction وبعدين في maintenance treatment. induction اللي هي أول شيء اللي هي first six months of treatment خلاص، الاندكشن تكون بالسايكلوفوسفامايد او السلسبت، وبعدين المينتنس تريتمنت تكون بالسلسبت او الاميوران اللي هو ازيثايبرين خلاص. لا تدخلون دي مره في التريتمنت، بس اهم شيء تعرفون انه الديزيز، تعرفون البرزنتيشن حقت الديزيز والاشياء هذه. طيب واضح يا شباب؟ واضح جدا والله. رايكم في الحالات حلوه صح؟ ايش نعم طيب احنا كذا نكون غلقنا ان شاء الله الروماتولوجي كورس زين. I wish you all of the luck ان شاء الله، شدوا حيلكم زين. الله يعينكم زين. ترى انا بالنسبه لي يعني ترى الكلام اللي قلت لكم اليوم في كثير اشياء بتجي منه زين، ف يعني كان ركز في المحاضره وكذا ان شاء الله بجاوب اسئله كثير. طيب الله يعطيك العافيه دكتور، ما قصرت. يلا شوف دكتور. دكتور بس اذا سمحت دكتور. هلا بالنسبه للاوسكي دكتور، الاوسكي بيصير على الصور اللي اعطانا اياها الدكتور عبد الرحمن يعني؟ ايه ما راح تطلع منها لمحاضراتك اكثر، ما في اوسكي صحيح يا دكتور؟ اصلا اوسكي انا حاطه، بس انه يعني بالاتفاق مع الدكتور عبد الرحمن ف مره ايزي مره ستريت فورورد. ركزوا على الاكس راي حقه الروماتويد ارثرايتس، ركزوا على الدياجنوسيس هاو تو مانج الاشياء الاساسيه. طيب طبعا اللي هي الاشياء الميجر، فهمت علي؟ واضح دكتور؟ واضح. سامي ممكن ترسل لنا محاضره اسرع وقت يمديك؟ هذه ابشر ان شاء الله. ابشر بالجنة على خير ان شاء الله. دكتور معلش بس ما ركز على التفاصيل الديتيل حقت الصور، لان الصور تقريبا وصلت اكثر من 30 40 صوره كذا. لا انت ذاكر، انا ما بقول لك ركز ما تركز، انت ذاكر المحاضرات اللي عندك ان شاء الله انها تكون يعني مور ذان انف خلاص ان شاء الله. يلا ملا شكرا.